تزامنا مع عيد الحب النهارده هنتكلم عن فنانين مشهورين ارتبطوا بفنانات مشاهير وكانت علاقتهم قويه قدام الناس ولكن للاسف ما كملوش. اولهم الفنان عمرو يوسف اللي كان في بينه وبين مي نور الشريف قصه حب كبيره بدات بعد مشاركتهم في مسلسل الدالي، وبالفعل اتخطبوا رسميا وقضوا فتره طويله مع بعض وكانوا خلاص هيتجوزوا وحددوا ميعاد الفرح، ولكن للاسف قبل الفرح بفتره صغيره انفصلوا سنة 2010 في هدوء تام وبدون أي توضيح لتفاصيل اللي حصل. وبعدها بسنين كتير اتجوز عمرو يوسف من الفنانة السورية كندا علوش وأنجب منها بنته الوحيدة حياة. بعد كده الفنان الشهير أحمد رزق اللي جمعته قصة حب كبيرة مع الفنانة حنان مطاوع من بعد ما شاركوا مع بعض في فيلم اوعى وشك سنة 2003، وبعده عملوا مع بعض مسلسل سارة. بعد مسلسل سارة أعلنوا خطوبتهم رسميا ولكن بعد فترة صغيرة جدا انفصلوا، ووضحت حنان مطاوع في أحد التصريحات إن السبب الانفصال هو إنه كان بيغير عليها بطريقة مبالغ فيها. وبعد سنين كتير اتجوزت حنان مطوع من المخرج المسرحي أمير اليماني سنة 2016 وأنجبت منه بنتها الأولى أماليا. أما بالنسبة للفنانة منى زكي فهي في بداية حياتها الفنية اتخطبت للفنان محمد الشقنقيري، ولكن بعد فترة صغيرة أعلنوا فسخ خطوبتهم وما وضحوش أي أسباب للي حصل. وبعدها بكام سنة ارتبطت الفنانة منى زكي بالفنان أحمد حلمي واتجوزوا وأنجبوا 3 أبناء وجمعتهم قصة حب كبيرة ومحترمة الجمهور بيشيد بها حتى الآن. بعد كده الفنانة حالة شيحة اللي حاليا حديث الجماهير بسبب جوازها من الداعية معز مسعود. حالة شيحة في بداية حياتها وبعد ما لبست الحجاب بفترة صغيرة أعلنت خطوبتها رسميا بالمطرب هاني عادل، وبعد فترة كتبوا كتابهم ولكن انفصلوا قبل ميعاد الفرح بأيام بسيطة. وبعد ما انفصلت حالة شيحة عن هاني عادل لبست النقاب وتجوزت رجل أعمال كندي واستمر جوازها منه سنين كتير، ولكن انفصلت عنه السنة اللي فاتت. وأخيرا السنة دي للمرة الثالثة اتجوزت الداعية معز مسعود. آخر حد معانا النهاردة هو الفنان محمد فؤاد اللي أعلن ارتباطه رسميا بالفنانة صابرين، وفضلوا مخطوبين لسنين طويلة في بداية حياتهم الفنية وكان بينهم قصة حب كبيرة جمعتهم، ولكن للأسف خطوبتهم اتفسخت وبرضه ما وضحوش للإعلام أي تفاصيل ولا أي أسباب للانفصال. وبعدها محمد فؤاد اتجوز واحدة من خارج الوسط الفني تماما، وصابرين اتجوزت مرتين من رجلين أعمال. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش لايك للفيديو وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.